جهود يمكن جبارة عم تقوم فيها الجهات المعنية لتأهيل المناطق السياحية وإعادة فتحها وترميمها، وزارات يمكن وجهات كتير عم تتكاتف لفعلا تقدم كافة يمكن الخدمات ضمن الإمكانيات المحدودة أو الموجودة. منها وزارة الكهرباء، جهود جبارة عم يقوم فيها عمال الكهرباء ضمن مثل ما قلنا يمكن حصار اقتصادي، ظروف صعبة، 10 سنوات من الحرب، وكثير منهم قدموا أرواحهم لتقديم جميع الخدمات للناس ضمن هي الظروف. اليوم لنحكي عن جهود كهرباء منطقة رأس البسيط لإعادة تأهيلها سياحيا، ليكون في لها جزء مهم لتأهيل السياحة الداخلية وإعادة تنشيطها. معنا الأستاذ حاتم الخير مدير كهرباء منطقة رأس البسيط. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك استاذ حاتم. يعني نحن موجودين بمنطقه هلا استثمار جديد، وضع الكهرباء هو يعني شوي عم تعاني منه بعض الجهات المستثمره، لكن انتم بجهود معينه عم تحاولوا تامنوا اكبر قدر يمكن لحتى فعلا المنتجعات الجديده، المستثمرات الجديده تكون مستمره. خبرنا اليوم عن جهودكم بهذا المجال والصعوبات اللي انتم عم تواجهوا منها. اهلا وسهلا. بدايه الرحمه على أرواح شهدائنا العسكريين والمدنيين الذين بسببهم نحن موجودون بعد أن طهرت المنطقة التي عانت معنا عانته من الإرهاب. كانت الريف الشمالي الغربي بداية الأزمة من هنا من وراء نظام الأردوغاني الفاشي، فالريف الشمالي عانى أكثر ما عاناه من الإرهاب وتأثرت بشكل كبير منظومة الكهرباء بالأعمال التخريبية ولاحقا الحرائق الأخيرة السنة الماضية. كمان منظومة الكهرباء تأثرت بشكل كبير جدا فترة الأحداث والأعمال القتالية، وكان وزارة الكهرباء وشركتنا وعمالنا الرديف الجيش البطل في إعادة الجيش يعيد المنطقة أمان، والكهرباء مباشرة تقوم بإعادة التيار الكهربائي بالسرعة الممكنة. ومع ذلك يوجد لا يزال بعض المناطق قيد الإنشاء حاليا بجهود الوزارة والإمكانات المتاحة حتى هذه اللحظة. قديش يمكن اليوم عليكم مسؤولية كبيرة وجهود كثير كبير ل يعني توفير جميع الخدمات، لانه نحن بنعرف بسبب الحصار الاقتصادي وظروف الحرب اساسا وضع الكهرباء يعني مش منيح بكل المناطق السوريه. اليوم لما نقول في منطقه سياحيه وفعلا عم نشوف عم نحاول تقديم يعني عم تحاول تقديم جميع الخدمات ضمن الامكانيات الموجوده ضمن الظروف، قديش بتكون عليكم المسؤوليه؟ يعني كل الناس ما بتعرف هي التفاصيل، يعني اذا انقطعت الكهرباء عنا نحن مثلا بنقول انه مو معقول والجو يعني شوب وصعب ومعقول قطعت كهرباء، بس في كواليس الناس ما بتعرفها، وهي منطقه سياحيه يعني نحن بنجي في قطع كهرباء عم يكون في مثلا انه الناس عم تحس بمساواتها مع الاخر، تقنين عم يكون حتى بالمناطق السياحيه واحد، فعم تحاولوا انتم الانصاف وبنفس الوقت تقديم هي الخدمات. عزيزتي هي يعني اعدائنا القذرين يعني انتهنوا تماما، يعني الكهرباء هي عصب الحياه، فكان من اهم الحرب بنود الحرب على سوريا هي تدمير البنى التحتيه وعلى راسها الكهرباء التي هي عصب الحياه بشكل كامل، يعني بدون كهرباء وما لا حياه في هذا في اي مكان في العالم. موضوع التخريب اثر جزء، يعني منظومه الكهرباء تاثرت، اعمده، محولات، محطات توليد، هدول صاروا كلهم بسرعه فائقه. يعني احنا قدرنا كوزاره وكشركه اعاده تقريبا 90% من المنظومه الكهربائيه. بقي عندنا موضوع التقنيه الذي هو مقرق لعمال الكهرباء اكثر من الشعب، يعني كمان بالاخير عامل الكهرباء هو مواطن. موضوع التقنين موضوع متعلق بإيرادات توليد المتعلقة بوزارة النفط، يعني احنا واردات الطاقة هي فيول وغاز، ومثل ما بنعرف كلياتنا صار بتصور أبسط مواطن صار بيعرف انه عندنا مشكلة بواردات الطاقة اللي هي سبب التقنين، وإلا كمنظومة كهربائية فينا نقول فوق الجيد جدا بشكل عام. مشكلتنا الوحيدة هي التوريدات النفطية،
هي اللي اساس ايضا هي اساس المشكله الكهرباء. اما منظومه الكهرباء تم اعادتها بشكل جيد جدا يعني باخر بيت على الحدود بتلاقي في محوله في شبكه في عداد. انتوا خدمتوا حتى البيوت اللي حرر المناطق اللي حرر الجيش العربي السوري بعد ما رجعوا الاهالي برنامج خدمتوا هي المناطق يعني ما عاد في منطقه مع انه في قله بالكهرباء ما فينا ننكرها لكن يعني مثل ما قلنا بسبب نقص بعض التوريدات النفطيه ان شاء الله بتنفرج وبتنحل بترجع مثل قبل يا رب يعني وبظن اللي موجود بهيك مناطق يعني يمكن ما بيقعد بالبيت بضل طبعا طبعا هاي المناطق من اجمل بقاع الارض وهي جزء من سوريا الحبيبي يعني ونحن اكيد بهمنا كثير انه كل واحد يرجع على بيته يعني دائما في توجيهات من القياده ساعدوا الناس ونحن اقصى طاقه عم نشتغل عم نوصل ليل من نهار فعلا وعمالنا الاشاوس انا بتشكرهم على الهواء يعني فعلا جنود في منهم انصاب في منهم استشهد على البرج الكهرباء في منهم عم يتعب ليل نهار عم يترك اولاده وعم يترك عائلته في سبيل انه نعيد التيار الكهربائي في اسرع وقت لكن برجع باكد العمل طويل وشاق بده تضافر جميع الجهود يعني يمكن امبارح شفت السيد الوزير كان على التلفزيون حكى انه التوريدات النفطيه عم تعيق كثير من التوليد وبالاخير نحن كلياتنا بدنا نطبق شعار امل بالعمل السيد الرئيس الله يحميه طول عمره بحيث نوصل للمثاليه في هذا البلد وصامدين ان شاء الله و24 ساعه نحن في خدمه المواطن اكيد وهالمناطق السياحية عم تشغل كتير ناس بنى تحتية لازم كلياتنا نضافر كل الجهات المعنية نقدم لها أحسن ما لدينا أكيد. وهالشعب اللي صمد العشر سنين بيستاهل إنه يرجع يترفه ويرجع الفرح إن شاء الله يا رب أكيد أهلا وسهلا فيكم كإعلاميين أنتوا عم تسلطوا وجع الناس ووجعنا كمان أكيد جهود كتير كبيرة عم تقوموا فيها وقتنا خلص وتحية لجميع العاملين في قطاع الكهرباء جهود جبارة يمكن وكواليس كثير من الناس ما بتعرفها يعطيكم ألف عافية قدرين الله يخليك هذا واجبنا أكيد شكرا لوجودك معنا كل التحية لكل كمان العمال بوزارة الكهرباء بأي منطقة وخاصة بالمناطق يمكن نور اللي كان فيها تخريب جدا صحيح. من الإرهابيين لأنه كثير بذلوا جهد لإعادتها لو بأبسط الإمكانيات الموجودة لدينا شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله بس نجي بعد فترة تكون الكهرباء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هذا أملنا كمان